كلمني ما كلمني ولا مره عشان قال كلمت محمد وكلمت من انا وانت وذيب وفهد ما سمع الا مسمع فادي حتى فهد الحين ما ملاقي له مكان يوم رجع ما كتبتوا فكره حسن تعبان يا اخوي حسن قاعد ما كتب يا اخوي كلم عبد الله بتبدلون ادوار بتشوفون لكم حل تشوفون لكم اي شيء ما كتبها والله ما كتبها اقسم بالله حوسه كذا حسن حتى ما هو معنا ما هو مثل تعبان اجل احنا ثلاثه وش بيطلع ثلاثه وش نسوي بناخذ انا ايش كانت الفكره حقتكم واحد مع سماعه يبي له تسجيل ويبي له لا تسجيل ما يمديكم لازم قبل يومين الا سهل سهل يلا احلق سنبي سجلته اليوم خلاص عارف الفكره انا استاذ مسلم السيناريو عليه سيناريو وش نسوي نقول حسن اللي ما اكتبه انا طبعا انا لي اربع اسابيع وانا كل السيناريوهات انا اكتبها طفشت يعني ثم يجيك واحد ينطف وجهك ولا الدور حقي شوي ليش ما جيت طيب وانا نكتب يا قلبي انا امس كتبت رؤوس اقلام ورني خلاص رؤوس اقلام الله يعطيك العافيه رؤوس اقلام الباقر تجله ايه خلاص يعطيك الف عافيه يا ابوي وش يبون اكثر خلاص صح عليك وبرر لهم سالفة حسن خلاص اسمع ابوي انت الشايب شايب وش هو اللي ما يسمع شايب اللي ما يسمع حسن عطانية طيب خلاص انت الوالد او انت عطني دكتور ولد الشايب انه يعطيها الاكل اي انت الولد حلو الدكتور نبي عبد الله اللحية خلاص شوف الدكتور لازم يتكلم ترى ايه هي تكلم عبد الله ومن معنا بس سيد الحافي سلطان سلطان القحطاني يكون مين بعد العشاء احتمال يكون عندي دخوليه في شخصين هنا الشخص الاول الثاني اللي هو اخويا من هم اخويا سلطان واحد سلطان والثاني حسن كان حسن مو في شيء يسوي يسوون جوا انا الثالثه خلاص ليش تبغى؟ انا محتاج ليش احب الوصفه؟ تركي موسى ليش اسوي بعد العشاء بين بنجتمع اجمع المجموعه وبروح اسجل الفويس اذا حسب هو قايم ترى ثلاثه مو بواحد وش هو؟ ثلاثه الصوت ايه؟ لا بس الولد شايب على انه إن الحمد لله على نعمه اخوياي وكذا بس اي بعد يقول الحمد لله على نعمه الابن ومنك يا سلام والاخير المشهد الاخير يقول السماعة الحمد لله على نعمة الخالق قبل يعني شيء شلون دقيقة فهمتك فكرة تركي ضد عبد الله فكرة الديب لا فكرة عبد الله لا لازم تطلع من الباكستاني انا ما في باكستاني حطوا ابو حمد كلهم كل اخويا ال 21 الله يحييهم الله يحييك طيب اخبارك جبار لك وحشه والله ابو حمد لك وحشه والله العظيم ما شاء الله سلام يا سلام يا سلام يا مرحبا يسلم الصوت يا مرحبا هلا وسهلا شلونك هلا وسهلا كيف حالك كيف اخبارك كيف امورك طيب. الله يسعدك كيف امورك صحتك بخير شو اخبارك طيب لبى قلبك شلونك تسلم مرحب باقي هلا كيف الحال الله يسعدك على هذه طيب شلونك طيب صحتك بخير طيب وش القدر زين وش الشباب كانوا طابخين قبل شوي كيف اخباركم؟ ايش حالك؟ عساكم بخير؟ شو عنك؟ طيب؟ حياك الله شلونكم عساكم مرتاحين؟ الله يبارك احمد كيف البرنامج معكم؟ ماشي ما دام كنت معنا احنا بخير تسلمون السلام عليكم حياكم الله سلمكم الله هلا طيب طيب شمل شلونك شلونك حبيبنا والله نرتاح لك اي والله يا مال الجنه اشهد الله كيف الحال؟ شعور متبادل لا يمكن ترتاح لواحد ما يرتاح والله اي والله الله يبارك فيك هلا وسهلا هلا نور عساك طيب ربك بعد مرتاح من زمان مرتاح بالحيل كيف الحال؟ شلونك طيب؟ في ناس ارتاح لهم تحس انهم ما يستحون لا لا مرتاحين لك الحمد لله تماما الارواح جلود مجنده الله يعينك والعكس صحيح للاسف اللي ما ترتاح له ترى ما يرتاح لك والله كذا على طول
ما أنا مستعمل وقف. أمي شايفة هذا المبنى؟ لك مني هدية في هذا المكان، هي في الدنيا لكن أجرها في الآخرة. لك مني هدية سهم في هذا الوقف، وقف حياتي، لأنك أغلى من حياتي. سالم الله يبارك فيك، احنا والله سعيدين. هلا حبيبي، كيف الحال؟ طيب شلونك؟ مرحبا بخير. كيف الحال؟ عساك بخير. طيب شلونك؟ هلا وسهلا. هلا هلا بعصر الحية، شلونك؟ عساك بخير. طيب صحتك لين حالك؟ الرص اخبارك؟ هلا والله. طيب حسن يعتذر منك شوي لانه تعبان. معذور معذور. هلا وسهلا. هو وسهلا. كيف الحال؟ طيب شلونك؟ شك طيب؟ كيف الحال؟ طيب؟ كيف الحال؟ وين مسافر؟ ها؟ هلا هلا محسن، حياك الله. كيف الحال؟ طيب؟ شلونك؟ عساك بخير. ارحب يا محسن، يلا حيا. كيف الحال؟ طيب؟ شدي عنك، كيف امورك؟ عساك بخير، الله يبارك فيك. شلونك؟ ودي والله احضر الفقره، تبيك تعذرني عندي بس شغله بس الكليه خلص وارجع. معذور معذور يا هيثم، انا راح اشتاق لك والله. بكره عندكم ان شاء الله عصريه باذن الله. بالتوفيق يا هيثم، بالتوفيق. تبرع على شيء؟ لازم يا اخي. هذا استاذ سعيد، لا تقول وافقنا والله. لا تقول ليش لا ترد علي. خلاص روح انت. طيب تعطيني اياها، خلي اخر عهدك بالمكان. انا هيثم قوتي الثانيه، لا اوصيك قوتي الثانيه. 24 ساعه لبسها ساعه ابيك تجلدهم جلد والله اللي ما يمشي عدل. ها اوريكم، انا اوريكم قياده صح تاهل. خليكم على الجاده. اجتماع بعد عشان اوجهك على بعض الاشياء. بس انا خلك لا براسك هاي تروح ترجع بالسلامه. اذا تبون شيء جوال فضائي بين سلم لي على ابوك حبيبي. يوصل باذن الله. باذن الله نعمل قائد. ها الله يبارك شلونك. طيب كيف الحال؟ تمام. هلا محمد، شلونك محمد؟ طيب محسن، شلونك؟ طيب كيف الحال؟ يا مرحبا. اللهم وحشنا يا حبيبي. والله انا اكثر، اقسم بالله اني كنت اتابع حلقتك انا وامي واسمع سواليفك علي وكذا وانبسطت صراحه. على كل حال سلامي على امك، انت تتابعنا الان. الله يخليها يا رب، والله يوفقها ويحفظك لها ان شاء الله. ايش فيها يا رب؟ هلا حبيبي. نور نورك والله العظيم. اللي يقوله صادق. يعلك سالم والجمهور اللي برا كلهم يسلم عليك دكتور سعيد. عليك يقولون مستمتعين وعليكم كلكم. طبعا دخلت عليكم سلمت عليكم، لكن يخصونك والسلام. وانا ايضا اشكر ام تركي، الله يبيض وجهها ويعطيها العافيه، وهي في حزبة امي، واقول الهديه مقبوله وعزيزه وغالي علي، الله يبيض وجهها. هلا. اي نعم، انا توي جاي بحكم اني استلمتها. يا سلام، الله يطول في عمرك. تستاهل يا فهد، تستاهل. السالة الطيبة بعد صفقة. حياك الله استاذ سعيد. الاخرى والله العظيم ان نشتاق لفقرتك. روحك جميله وانت شخص جميل. جعلك سالم، نستفيد منك ونشكر اب وام تركي على الهديه الجميله هذه. يعطيهم العافيه، سلامنا لهم. حياك الله استاذ سعيد. شكرا لك. واحد يدافع عشان اكل. ايوه فعلا. اقول لك استاذ سعيد والله العظيم انتظرك، والله تضفي تضم فوائد. روح حلوه والله اجمل فقره. وجه الحكي لي عشان هو ياكل. يلا وجه. فاقول لك استاذ، لا استاذ اقول لك رايد الشمري يعطيك العافيه على الشيء تقدم لنا. دقيقه خلنا نكمل كلام. فشكرا لك، فشكرا لك صراحه. غير الحضور الجميل، الفائده الماده القيمه اللي تقدمها لنا. الله يعني. احنا تودنا تكون معنا كل يوم وتحت امرك يا استاذ. اعطوه صفقه يا شباب.
الحمد لله. اشكرك على انك مثلت دوري على اكمل وجه. اما انا والله العظيم ما تدرون ايش بقول صح؟ اني اشتغلكم. الله الله. رغم سبحان الله ان هذا اليوم بالذات بالنسبه لي في جدولي مضغوط جدا اللي هو الثلاثاء، لكن اتذكركم فاقول لا يعني هذه هي فاكهه اليوم بالنسبه لي، وهذا كلام مو مجامله ولا شيء، بالعكس انا اشعر بالارتياح بالنقاش معكم والحوار معكم. ويمكن اقول لكم شيء برضو يمكن اكون صريح فيه ويمكن يزعل البعض. بكل امانه انا يمكن هذه يمكن السنه الرابعه لي اللي اجي بدايه، اظن الرابعه او الخامسه او الثالثه ما ادري والله، لكن هذه المجموعه اكثر مجموعه تفاعل معي ما ادري. الله طيب انا اوقف لكم حبيبكم من حبيبكم من عز السعيد من قدوك كل الشباب يحبوه، 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 من قدوك كل الشباب يحبوه. لو ادري كان قلتها من اليوم السالفه ذيك قالها كل يوم. الله شكرا محمد، شكرا بيض الله وجهك. انبسط طال عمرك سامي. الله 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 انا احبها. ها انت 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 انواع الحلويات الفواكه كل شيء. يا سلام. طيب نوقف المشاعر الان ونخش في الموضوع. اول شيء حتى ما اورط احد كل واحد يشيك على المايك، لانه انا ما احب احد ينخصم عنده في هذه الحلقه. شيكوا يعني. اعيد الجمله تو لان كان طافي. ايوه خلاص. انا اتحايل عليهم زي ما ها؟ طيب خلاص زانت الامور ان شاء الله؟ ان شاء الله. مضبوط؟ تمام. خلاص نبدا في الموضوع. يقولون تمام الحمد لله. ولا انخصم على اللي في بالي ان شاء الله. اليوم انا بخلي الحلقه استشارات. وطبعا فتحت المجال للجمهور. وانا مؤمن صراحه ان كل واحد من الشباب عنده تجربه. الاستشارات يمكن ما اجاوب عليها انا بشكل مباشر، بالعكس انا بقرا السؤال من الجمهور وبشوف من اللي بيجاوب عليه منكم، اي واحد بيجاوب يجاوب ما في مشكله. حسب بس مسة الجوال بلاش. طيب هذا مو لا خلي لك شوي. طيب انا بعطي انا نهايه الحلقه بعطيك جوالي انا. الله يحييك. انا باخذ سؤال وبطرحه لكم ونتناقش فيه. طبعا لو في سؤال عندكم انتم مقدم على اسئله الجمهور، لو واحد عنده سؤال. هو الحلقه حول تطوير الذات، اي سؤال معين. فانا طرحت يمكن تغريده قبل يمكن ربع ساعه وانا جاي وقلت خلينا نشوف الاسئله. طيب سؤال من شمس الهدى، كيف اكون متميزه؟ كيف تكون متميزه؟ طيب انا بجاوب عليها. تكون متميزة بتقديم محتوى يكون مختلف عن الآخر. حلو. يكون محتوى جديد، تكون رسالة جديدة غير مقلدة. يا سلام هذا جواب جميل أتفق معه. محمد. الشخص المميز دائما يكون عنده هدف. يا سلام يازم وجود هدف، برافو عليك صقري. التميز بالنسبة لي هو حتى لو اشتركت مع شخص آخر في نفس المجال، اللي عليك انك تتميز في ذا المجال بشيء ما حد قد سواه. برافو عليك. اعرف المجال يعني اول شيء وش المجال اللي انت فيه وعلى ضوءه راح تشوف شيء متميز فيه. رايد لازم تكون عندك ثقه. لازم الله لازم يكون عندك ثقه. الله لازم يكون عندك ثقه. انت احيانا حررت يستاهل. يستاهل كلكم تستاهلون. في حد خلنا بس النقطه هذه ناكد عليها شوي بجيك. ترى انا اول شيء بالنسبه لاختياري الايدي اتمنى تعذروني بختار بشكل عشوائي وبحاول اني ما اكرر وجهي قدر المستطاع عشان ما تظنوا اني انا اختار احد دون احد يعني. لازم يكون عندك ثقه. موضوع الثقه موضوع مهم جدا، وموضوع الثقه زي ما تكلمت في حلقه السابقه واللي قبلها هو يعني احيانا بعض الناس يبي الثقه على طول من اول ما يخش في سالفه تكون واثق. لا لازم الثقه تاتي بعد خبرات. الخبرات مقصود فيها اخطاء الفشل يعني لازم تتصالح مع الخطا. بعض الناس ما يبي يخطي طول مو صحيح. الآن لو عندنا طفل عمره 3 سنوات أو خلينا نقول 2.5 سنين بداية المشي، كم مرة يطيح في اليوم؟ أكثر من مرة. 100 مرة يطيح في اليوم. 100 مرة. طيب هل ننزعج إذا طاح لنا؟ لا. طيب لو طاحت أمه؟ ننزعج. أوه ليش؟ لأنه حط نفسه في مكان صعب.
فهو عشان متصالح مع الطيحة ما يزعل ولا يزعل حنا، عنده ثقة بالنفس يعني. لكن هناك الكبير إذا طاح لأنه حط نفسه في مكان صعب صار طيحته يعني كايدة شوي. فدائما خلك زي الطفل، كل ما طيح ترى موضوع بسيط، ترجع تقوم بروح رياضية حتى ما يبكي ولا شيء. الثقة حلوة. طيب فهد تفضل. خصوصا اني مدير شركة سابقة طبعاً. يمشي الواحد على خطط مدروسة، يبني خطط ويمشي. برافو عليك، ترى كلام مهم جدا. صفقوا شباب. سأل الشركة جعلها تضيح. أحسن شيء فيكم الثقة، صفقوا لي كذا يعني، كل واحد يقول صفق لي كويس، هذه حاجة كويسة. دعم دكتور لوجستي مباد تعزيز النفس. تس جميل. الثقة ميتة. ها؟ الثقة؟ ليه؟ ليه طلب تسويق؟ لا ما ميتة يعني، خلينا نقول في لفظ أفضل من ميتة. في لفظ أفضل من لازم يكون عندك خطة حتى تكون متميزة في النص، يعني خطة تكون واضحة وكذا. تفضل. شركة طولتنا بالشركة. لازم يكون بإصرار وعزيمة. ليش إصرار وعزيمة؟ عشان تحقق الهدف اللي تبيه. أحتاجها فين هذه؟ في الوصول لهدفك عشان تتميز. لأن الهدف بتحطه مو هدف عادي، هدف طموح بلا تعب. صح. بعض الناس يقول عندي هدف إني بكرة إني أنام وأقوم بكرة. ما هدف هذا. لا أنا عندي أهداف إني أقوم نتغدى وتعشى. حط أهداف طموحة فيها تعب. تحتاج إصرار وإرادة. تركي. ما كان عندي مداخلة لكن بخصوص الشباب ما قصروا. التميز مثلا اذا كان في فكره يحاول انه يطورها بغير النمط اللي هي كانت عليه. حلو. الفكره اللي عندك حاول تطورها، لا تاخذ الفكره زي ما هي وتطبقها. كوبي بيست. طورها بناء على قدراتك، طورها بناء يمكن اللي طب الفكره اللي جابها ساير بناء على قدراته وظروفه، ممكن انا ازود عليها لان ظروفي احسن من ظروفه او قدراتي احسن، وممكن اقلل منها لان قدراتي اقل من قدراته وظروفي اقل من ظروفه، فعدل وطور. طيب خلينا نوقف النقطه هذه، اجاباتكم كلها واضحه شافيه. طيب هل صراحتي وعفويتي، اسمع السؤال هذا مهم جدا وابي اوجيه جديد تجاوب عليه، هل صراحتي وعفويتي مع غيري تؤثر على شخصيتي؟ هل الصراحة إذا كنت إنسان صريح وعفوي هل بتأثر على شخصيتي؟ محسن؟ تأثر على الشخصية لأن في ناس يتقبلون الصراحة في ناس ما يتقبلونها. برافو عليك. تقول لي جاملهم. يعني تأثير سلبي شوية. ممكن. بيض الله وجهك. طيب حلو حلو جواب جميل. الصراحة والعفوية حلوة بس ما تكون يعني في كل وقت. ما يمكن تكون صريح في كل وقت ترى. وغلط تكون صريح في كل وقت. لاني في اللحظه اللي بصارح فيها محسن الان غير مناسبه، يمديني يا اخي اجل المصارحه واخليها بيني وبينه، يكون الجو مناسب، الجو ما هو مناسب، او قد يكون هو متوتر يمكن انا ويال حالنا، بس ما هو متوتر او عنده مشكله معينه، لا تصارحه، صارحه في وقت معين. فالصراحه المطلقه والعفويه المطلقه غير مرغوب فيها. تفضل. نفس اللي استخدمها بطريقه افضل. شلون يعني؟ يعني بص اذا بصارح شخص او بيتكلم معه بموضوع اختار مثل ما قلت انت الوقت المناسب والطريقه اللي ينقل للشخص الموضوع، لان مريت بتجربه قبل. حلو. هو الموضوع اصلا لازم يكون في صراحه مطلقه. حلو. بس نقل الموضوع هذا لي سبب لي صدمه للامانه. اها. فما تقبلت الموضوع، لكن شخص ثاني بسط لي الموضوع الكامل هذا كله، بسط ليها بكلمتين ثلاث كلمات، يعني حتى فيها رسائل صح انك راح تتعب بس انه في امل يعني انك تتعافى وكذا. وصالحك هو نفس الوقت والله. أه؟ وهو صالحك بس انها الطريقه اي اختيار الطريقه الافضل. وترى هذا كلام مهم يا جماعه الخير، بعض الناس اذا يعني خلني اكون صريح معكم اكثر، انا بكون صريح الان والكلام طبعا للجميع لنا وللجمهور، يعني بعض الناس اخلاقه سيئه يقول لا لاني صريح ناس ما يبوني، لا لان اخلاقك ما حلوه ترى. صحيح. اخلاقك ما كويسه وانت متخيل عشانك صريح. وبعض الناس يقول انا ما اجامل. يا اخي المجامله مرغوبه. جامل يا اخي. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم جامل ابو سفيان ولا ما جامل في فتح مكه؟ كان كافر وقال من دخل بيت ابو سفيان فهو امن. هذه المجامله هي اللي خلته يسلم. لو انه قال لا ما نجامل نوريك في الكافر عدو والله ما اسلم ولا صدر شيء. المجامله مرغوبه ترى. حتى هو فرح. وحتى هو فرح استانس قال يعني محمد قال هذا قال نعم قال من دخل بيته مع انه ترى كلهم كانوا امنين بس خاصه بالميزه دي عشان يراغب لا له مكانته ولا حظوته كذا. فلا احد يقول يا اخي انا والله انا صريح الناس ما يبون الصراحه. يا جماعه الخير اهم شيء اخلاقك وتعاملك ولطفك، اهم شيء كم واحد كسبته في رصيدك مو كم واحد لفرته منك. صحيح. طيب خلينا لانه في اسئله كثيره بناخذ ونسمع منكم برضو ونحاول ما نوقف عند اسئله كثير. طيب
سؤال من دبليو اي هل لإبعاد العلاقات المضرة علاقة إيجابية بتطوير الذات؟ أبسط السؤال أنا، هل أنا إذا عندي علاقات مية كويسة حولي وبعدتهم عني وتركتهم وهجرتهم، هل هذا بينعكس على تطوير ذاتي؟ طيب نسمع. أكيد يعني يقول لك من يعني لما تعاشر من عاشر قوم 40 يوم صار منهم، لما تعايش ناس سيئين هذا بتصير منهم، فلازم انت لا لا مو بنت انت لا تجيب لنفسك الشر. انا اتكلم على هذا المثل، فانت لما تعايش ناس سيئين حتى لو ممكن اقل من 40 يوم واحتكاك معاهم كثير ممكن تصير سيئة، لكن انت فيكم الخير البركه، لا احد يشك في نفسه. لا لا بالعكس، كل يوم تتاثر ايجابي كله ما شاء الله. اي بالضبط ما شاء الله، انا اتاثر منهم دائما. تاثرت من محمد منصور. حلو صاحب صاحب اللي هي الله اليوم. طيب حلو، اتوقع الاجابه هذه كافيه، ناخذ غيرها. سؤال ثاني يلا. كيف العولقي قلت كيف ابدا بتطوير ذاتي وإيش الدورات اللي أبدأ فيها؟ أحيانا يكون في دورات أشوفها ما تناسبني، الموضوع هي كل الناس لهم يعني شوط في حضور الدورات، وأنا لسه مبتدئة، أتمنى أني وصلت معلومة. لا وصلت يعني، وش الدورات اللي أبدأ فيها؟ أول شيء دورة عند الدكتور الشهيد. الله تحية 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 تحية. طيب شوف الصقري وشوف في شاب جديد ما جاوب، نسمع منهم. تطوير الذات أنا أشوف أنك يوم تكون لك علاقات كبيره مع الناس كنت تطور من ذاتك، يعني تكسب اشياء تكسب منهم، فكذا انت تتطور. حلو، طيب وش الدوره؟ في دوره معينه في بالك تنصح فيها؟ على حسب المجال اللي هو بيروح له. برافو عليك. بعض الناس مهووس بالاعلان، دوره مثلا في خلينا نقول يعني خلينا نقول في دوره في الفن التشكيلي، وانا ما عندي اي الف باء الفن، ترى مو لازم تروح في الدورة هذه وما عندك موهبة ولا عندك ميول للفن التشكيلي، أو دورة مثلا في الاتيكيت والشغلات هذه. لا بس الإنشاد، دورة في الإنشاد. دورة في الإنشاد وهو صوته مثلا مو بزين، توقع فيها أشياء مهمة يعني أساسية، يعني مثلا زي مثلا دورة فن الإلقاء مثلا أو زي كذا، هذه أشياء أساسية سواء للمنشد أو للجميع. يعني لو كنت أنا فنان أو كنت منشد أو كنت مثقف أو كنت في دورات أساسية، دورة الإلقاء، مقابلة الجمهور، دورة الثقة بالنفس، دورة التعامل مع الآخرين، إدارة الوقت، دورة إدارة الوقت، إدارة الذات قبلها، كيف أدير ذاتي أصلاً؟ يعني هذه الدورات الأساسية في البداية اللي ممكن واحد، دورة الإقناع والتأثير، دورة مثلاً في التفكير الإبداعي، في دورات كذا معينة في الأساس تناسب الجميع، ابدأ فيها. في شيء أهم اللي هو مخالطة الكبير والصغير. شلون؟ بالحديث معهم، حديث مع الصغير بطريقة النقاش معه، والكبير كبير السن يعني هذه ممكن أنها تقوي من يعني بدون يعني. فكرتك جميلة سائر، يقول سائر مو لازم ترى دورة في معهد ولا في مركز ولا في كذا، ممكن إن مجرد الاختلاط بالناس مع التركيز، وهذا كلام ترى مهم. يعني بسألكم سؤال، الآن عندنا حنا شيباننا ما هم متعلمين ولا حضر دورات، تلقى واحد منهم قائد صح ولا لا؟ صح. تلقى واحد منهم متحدث بطل مو ودك اسكت، فين اخذ دوره هذا؟ الحياه وما اعرف الحياه دروس عندي مداخله، اخذ دورته في الحياه، تعلم من شخصيات غيره واستفاد منهم. تلقى مثلا واحد من عياله، تلقى واحد مثلا متحدث فنان، تلقى عياله عشرة، واحد منهم عشان كان مركز يتامل ليش ابوي مؤثر في كلامه، لانه يقول كلمه فلانيه يبدا بالشغله الفلانيه، فصار يقلده وتاثر فيه، وتاثر بعمه فلان، وتاثر بجارهم فلان، فالتأثير هذا ترى الحياة مدرسة تدريبية رائعة جدا، بس لمن؟ للي بيركز وبيتأمل، وترى التأمل يمكن كثير منا مقصر فيه. التأمل شو مقصود فيه؟ تدرون أن من أعظم العبادات اللي تتقرب إلى الله عز وجل هو التأمل؟ التفكر هذا من أعظم العبادات، ولا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس في جبل في غار حراء يجلس ثلاثة شهور لحاله عشان بس يتأمل في الكون ويتأمل، يقول هذا الكون من اللي يديره ومن اللي يسببه؟ التفكر، ترى هذا هو التأمل، التفكر. السؤال احنا الآن مع انشغالات الحياة ومع هذه الجوالات اللي ما نفكها بيدينا، شلون نتأمل؟ واحد يقول أنا حالي طلعت أتأمل جواله في يده، أنت مع الأمة كلها، مع الناس كلهم، اترك هذا واترك الناس وامشي يا أخي، في فلا امشي في صحراء، امشي في جبال، اطلع لحالك.
شوف كيف تأثير على نفسك، بس مجردك تمشي في خلال حالك. شوف تأمل في كل شيء، تشوف لك نملة تدبي، وتشوف لك شجرة شكلها غريب، وتشوف لك عرق شكله مختلف، ألوانها مختلفة، وتشوف لك طيور، وتشوف لك حشرات، وتشوف لك كائنات حية. لو ما تشوف شيء أصلا، مجردك تشوف السماء وتشوف هذه راح تخليك تغوص في أعماقك، تقول هذا أنا وين رايح، أنا كيف علاقاتي، كيف ترى الوحدة هذه والخلوة مهمة جدا جدا جدا، وإحنا مقصرين فيها، وهي اللي تصنع العظمة. انشغالك الدائم مع الناس يلون شخصيتك ويلخبط أفكارك ويلخبط حياتك ويعطيك توتر. اهدى شوية وتأمل شوية. حلو، تفضل، عندك كان كلام؟ لا، ناصر. أقول اللي بيأخذ أي دورة لا يكتفي بالشيء النظري، لازم يطبقها عملي بعد الدورة. يا سلام، بعض الناس يأخذ دورة ورا دورة ورا دورة وما يطبق، ما تستفيد. تراك مداخلة حلوة يا ناصر، حطوا تحية. حافظ على فكرة إن أنا أخذ دورة واحدة وأعطي نفسي أسبوع أسبوعين وأطبق كل شيء أخذته. طبق الكلام اللي تسمعه، ولا ما له قيمة ترى الكلام اللي قاعد تسمعه، ما له قيمة. طيب ناخذ سؤال. طب السؤال دكتور، ذبحنا البرد لو ما تبعمل المكيف فعلا بارد يعني؟ والله ثلجها ما عاد هناكم، مره تشتكم من الحر مره مشكله. لا بس كذا مره 16 مكيف شغال والله الحين بطاريق. انا لابس شفتي حسن مو دار لو الحين بطاريق ثلجنا. سؤال من الجوهرة تقول: كيف يكون الشخص إيجابي؟ طيب تفضل يا محمد، كيف يكون الشخص إيجابي؟ الشخص الإيجابي يكون أول شيء بأفعاله، قبل كلامه أو قبل كتاباته أو قبل شيء، يكون فعلا شخص إيجابي. حلو. لما يشوف الإنسان يعني رايح صوب فشل أو شيء يساعده بالكلمة، طبعا لازم تكون صاحب تخصص. حلو. ما تكون إيجابي بس مثلا تجي واحد خسران في الأسهم وتجي أنت في الزراعة وتقول له لا كان دخلت كذا، لا يكون في مجال تخصصك أنك تنصح النصائح الكويسة اللي تدل الطريق الصح. جميل جميل، تخصص وتكون أفعالك تسبق أقوالك. برافو عليك سلطان. أول شيء تكسب الجميع. يا سلام، خليك مع الجميع. بالله أعطوا تحية. يعني خليك مع الجميع، يد واحدة ما تصفق. يعني حاول ان يكون حولي ناس ايجابيين واحتك فيهم وراح ياثرون فيهم. والاخلاق تراها اهم شيء يعني. احسنت. والاخلاق والتعامل ترى دائما صاحب الاخلاق الحسنه الظاهر احيانا يخسر. الناس يقولون يا اخي يوكل حقه، لا هو ما نقول اخلاق انك تتنازل تكون ضعيف، لكن اخلاق انك تكون متسامح وتكون حليم ما تغضب. لو كنت فضه غليظ القلب لانفضه. لا انفضوا من حولك، فالاخلاق هذا بتجمع الناس حولك، ومجرد ان الناس تجمع حولك دليل انك انسان ايجابي. يعني مغناطيس تفضل. الثقة بالله عز وجل تعطي الإنسان إيجابية، الإنسان اللي يعرف أنه كل شيء يصير له أنه خير له. يقول ابن القيم: لو اطلع ابن آدم على الكتاب، يعني كتاب القدر، لو قال أنا بشوف هذا الشيء بيجيني بكرة وشافه، لن يختار شيء أفضل من اللي اختاره الله عز وجل له. مستحيل تشوف تقول أنت بكرة بيصير عليه حادث، طيب كيف اختاره؟ لكن لو ما صار حادث ممكن كان تموت، ممكن يكون بكرة بتموت، بس لو مت بكره كان بتموت في وقت اخر عميته سيئه. فاختيار الله عز وجل ترى هو دائما ايجابي. دائما تعامل مع الظروف السلبيه بايجابيه، واعلم زي ما قال انوار ان القضيه ثقتك بالله عز وجل تنعكس على تعاملك مع الاحداث. تعاملك مع الاحداث مرتبط بثقتك بالله سبحانه وتعالى. تصدقوا لكم مستشارين رائعين ما شاء الله عليكم. يا ولد والله تعلمنا منك. تسلمون. تفضل. الشخص الايجابي اللي تصدر منه طاقه ايجابيه اللي حوله، يعني يكون محفز ايجابي ما يعطي حد سلبيه. الله لا تصفق انت. لا بصفق انت. اجابه جميله فعلا. لسان اللي يبعث الايجابيه والمدح والتحفيز، التحفيز التحفيز، كل مكان لسانك متعود على التحفيز ما شاء الله عليك. بيض الله وجهك، كفو مطلق فلان سديد الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك، رحم الله والديك، يا اخي انت رائع عظيم. ترى هذا الكلام يخلي الناس يحبونك، وحتى بس عود نفسك عليه، عود نفسك عليه. يمكن احنا في البدايه احنا ما عندناش مشكله، عندنا احنا نطقطق على كل شيء كويس. يعني حتى اذا شفنا واحد يقول الكلام ده قلنا يسلك، نبي نشوهها. طب خليه يسلك، وش مزعلك؟ خليه يسلك. نفس اللي احنا او احنا اللي نحطم في الناجح حتى يفشل. يا سلام. بعكس بعض انت تقول كلام بس انك رديتها كذا. انت فهمت شو اقصد؟ لا ما وصلت. بيض الله وجهك. الله يطول عمرك.
اي انا عجزت من اليوم ترى وانا احاول اركبها مركبه قلنا لا حلوه نوجهها صوبك يا استاذ سعيد وانت. طيب في سؤال يقول شلون نخلي راح السؤال لا باقي شلون نخلي ابو كاتم يطور يتطور بقراراته ما في من زد ستة ومعلق عليها ها وش رايكم صل ربي فيه الله يرحم والديه عيال عيال انا بجري واجاوب هذه شخصيه هذه شخصيه عرف بها ابو كاتم منذ بدايه هذا زد ستة الموقف او شيء فما يصير انه يغيرها الا اذا كان في شيء افضل منها كيف يخلي قرار جديد يسويه إيه؟ لا احنا نسوي شيء جديد كره دفاع جديد القرارات هذه بحد ذاتها انا اعتبرها انها مكافيه شو بيسوي يعني طيب زين يكين يطعنك يحسنون بديك سلطان يحسنون التصرف سابق السلطان تهدي تفكر في كلامك تعود للشيطان يا سلطان ها تفضل يحسنون التصرف حتى يحسن قراراته عدها يحسنون التصرف حتى يحسن من قرارات بالله اعطوا تحيه يا سلام دكتور سعيد احنا يقول يحسنون التصرف يعني اساسا مو معانا يعني لا لا ما حددت خلاص هو كذا يعني كل يحسن التصرف كلنا سواء احنا او الناس او من قبلنا او من بعدنا طيب نجيك بنجي بعد السلطه تفضل قول ابو كاتم يظل ابو كاتم دخوله بسيط وخروجه بسيط الله الله تحية له تحية له مع انه مظلومه بس تحية له طيب والله لك جديد نسمع عن الجواب نسمع جوابنا جديد المتسابقين استاذ سعيد في تعديل لا خلك عليه خلك تبلش حلو جوابك بعد حلو احسنت جزاك الله خير بعدين احنا نحب ابو كاتم ترى طيب ما عليك ما عليك راح ما لك في كم واحد يصفق معك يدخل راحت عليك قطعت معك بس رسم رجال فدا يا رجل طيب ايه ابو كاتم حلني مشكلة كل اسئلة هنا الاسئلة المتكررة ما راح اقراها في سؤال يقول لك كيف اعرف اذا انا ايجابيه او سلبيه انشد يا عمر سؤال حلو جدا ها اقتنع طيب حلو هنا جواب حلو ها فهد اذا كانوا مش مزين ما في تصرفاتها يمكن اللي حولها صفر سلبيين اي لا بس حاسدين مو الكل لا لا ايش قصد الصقري يقول يمكن اللي حولها سلبيين يقولوا احنا صح كلنا بس مو كله ما يتصرف أنا كله أسأل لا تسأل حلو عشان بس نأخذ أراء الناس خلص من إجابة ترى السؤال هذا حلو نسمع ما أكثر من إجابة تأخذ أراء الناس تأخذ أراء الناس عشان تشوف وش وضع لا طيب بدون رأي الناس أنا كيف طيب بدون رأي الناس أنا كيف أعرف من خلف عالي خلنا نشوف رأيك إيش وضعهم إذا إنها على الدرب إيجابية إذا إنها حلو سؤال جواب حلو برافو عليك تراجع عمره يا دكتور يا سلام كيف تراجع اذا سويت فعل ولا شيء تاكد من امره هي من الفعل اللي سويته هذا صح ولا غلط طيب حلو عبد الله اذا كان هي تسوي نفس ماركه شخصيه فاكيد في احد بيقلده اذا كان في احد قلده فانها ايجابيه حلو حلو شوف حلو حلو جميل طيب بناخذ ناصر ثم بناخذ محمد ثم ساير ثم بنود تم تخصص العقليه تفضل ناصر الله يسعدك طول عمرك عشان القى وظيفه ان شاء الله القى ما قال شيء روح شو اسمه انا اللي بخصوص السؤال انا اشوف ان تشوف الاثر هل كان يعني مستقبلا سواء كان الاثر تشوف الاثر كان ايجابي او سلبي هي تحكم على الافعال اللي سوتها حلو فبعض الافعال تكون سيئه فاكيد انك بتشوف الموضوع انه سلبي حلو حلو جميل جميل محمد بالنسبه لك لخبطني محمد منصور لا معليش جواب السؤالين السؤال الاول والسؤال هذا شو اذا جاء حديث عن النفس اكثر شيء يعرف النفس صاحب النفس بتطور ذاتك اجلس مع ذاتك يا سلام حبيبي والله تحيه ف يعني شيء بسيط اذا حصل موقف ضع نفسك في الشخص امام الشخص المقابل مثلا انا حصل معي موقف مع عبد الله صدر مني موقف تجاه عبد الله اقلب الطاوله واشوف لو كنت انا مكانك اي لو كنت انا مكانك حلو ترى هذا الجواب والله جميل وعميق جدا رائع انه فعلا انت تقيم نفسك والله هو يدعو الى ايش يا محمد؟ يدعو الى التامل يدعو الى استفاده من تجاربك وتجارب الاخرين اي موقف يصير قدامك قول لو كنت مكانك شو كنت بسوي؟
وعيش المشهد فعلا. احنا احيانا نشوف احداث وننقد على الناس ونقع في نفس الخطا ونسوي زيهم. المشكله سعود ان نظري كويس عملي ما اسوي شيء. لا 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 الامور ان شاء الله طيبه باذن الله. ساير كلامي يتفق مع محمد، كلامي قريب له. انا اقول لو سويت عمل مثلا وجاء عليك ثناء وشكر وكذا اعرف انك ايجابي حلو. اما سويت عمل وجاء عليك مثلا انتقاد وترك كذا ما يصير اعرف انك يعني ردات الفعل التغذية الراجعة تجيك قس عليها. شكرا لكم انك تجيب هذا القدر. نبي واحد منكم صوته جميل سمعنا شيء يطرب له. صوت قرار ايوه انا اي شيء يمشي معنا كويس. ممكن اطلب طلب لسعيد؟ والله شوف انا حقيقه ودي اسمع صوتك. والله قرار. والله حتى انا سعيد والله بطلب طلب والله بطلب فيها سعيد عنده قرار فاخر سعيد. كيف حد اذا غني سعيد؟ لا لا سعيد والله عنده معلومه والله سعيد يا غير الجو عطنا سعيد يا سعيد والله عنده قرار فاخر جدا. انا قلت له والله باذن الله باذن الله في عمل ابغاك تسجل. لا انا سبقتك. اسمع انا سبقتك في وقت باخذ قرار يا بلادي واصي يا بلادي. يلا يلا اعطونا صدى لمحمد. يلا يا منيب نصوح يا بلادي صوتك يلا والسلام. يا بلادي واصلي والله معاكي واصلي والله معاكي واصلي والله يحميكي يحميكي إله العالمين إله العالمين. والله جميل مرة بالله أستاذ جدا والله ترى ستحاسب عليها. لا لا أنا قال والله الله يطول عمره. أحمد لازم أحمد سبع أحمد طيب طيب يلا أعطونا صدى لأحمد. يلا يا موني ألو ألو يلا يجيك. كل شايف رايك ودار ردا ولا الجميل هذي الثنتين تبقى على طول الحياة الخطأ والصح ما هو بحبر له مزيل ينطبع في القلب ولينطبع ما شمحه ودي أكسر عظم ساقي ولا اطلب لي بخيل اتحمل كسر ساقي ولا من اتعطاه ومن ترجى فزعة الضيق من راس الذليل مثل من يبغى المغارير من صم الحصى مثل من يبغى المغارير من صم الحصى. الله يطول عمرك يا ابو بيض الله وجهك وجهك ابيض والله مبدع الله يسلم. لا ابيات ولا لحن ولا ابيات مناحي ابو شارتي ام محمد رحمه الله عليه الله يرحمه بيض الله وجهك وجهك ابيض الله وجهك والله ابدعت يا احمد ما ادري الرجال مبدع يا ابو ما رجع المبدع الحقيقه احسن شيء سويناه ان سمعنا محمد قبلك انه هو اي لو لو انت قلت مجابده كان احرق علي لا كان بيجي علم الله يسلمك. لا لا جميل جميل. طيب نكمل كمل الاستشارات مو تغذيه والله. انا ودي السؤال هذا يجاوب عليه تركي الله هذا ما ادري ليش ترى ما ادري ايش السؤال عشان ما تفكر اني مختار لك سؤال يعني بس انا قلت مختار بس صراحة. لانك انت من الناس اللي انا صراحه افرح شفتهم واثق في رايك جدا الله يجزاك الله والله يستاهل ابو فهد يستاهل مو مجامله ما ادري ليش انا اشعر ان عندك عقل محلل جميل جدا الله يسعد قلبك اي والله. طيب احرجني انا بعد هذا باع الجواب اعطى جواب انا بسوي له سؤال بعد ما ودي انشبه مره. طيب كيف اتعامل مع الضغوطات اللي تواجهني بحياتي اليوميه والتعب نفسيتي؟ التعامل مع الضغوطات في كثير من الاحيان ان الواحد ما يفكر فيها ويحاول انه يطلع منها مو يحاول الهرب منها لان لما يحاول الهرب منها الا ما ترجع له يحاول انه يطلع منها ولا يتكلم عنها كثير لانه في المقابل كثير من الناس يحب انه يدور الاشخاص الاضعف عشان يطبطبون عليه
حلو. فما راح يقدر يمشي في حياته. لكن انت لما تواجه الضغوطات وتشوف المقابل منها الانجازات اللي انت حققتها راح تعرف انها هي العقبات اللي تؤدي الى الانجازات في حياتك. بيض الله وجهك، تحيه. خلني انا اؤكد على نقطه ذكرها هو ذكرها، اللي هو قال ان مجرد انك بس تخدر نفسك ببعض الناس اللي يطبطبون عليك مو بحل، الحل تواجهه احيانا. انا هذه مشكله شغلتني. بعض الناس خلي المشكله هذه زي اللمبه المولعه فوق راسه، لا هو اللي طفاها ولا هو اللي حلها. ولا هو اللي حلها يا اخي الكريم. وقف اول شيء، اكتب المشكله وش هي، انا ايش اللي مضايقني، ضايقني 1 2 3. طيب لازم اواجه المشكله هذه. قد يكون شخص واجهه يا اخي، تعال انا بيني وبينك مشكله، يا تنحل يا تجاوزها. طيب يا حلها معك تخلص. انا واحمد بيننا مشكله، يا قابل احمد وقول يا حبيبي ترى انا والله لاني مرتاح واتوقع ما انت مرتاح، لازم اصلح بيننا وبين سلام. ما اصلحنا خلاص يا اخي اترك الموضوع تجاوزه، انك انت بذلت جهد، انت اخذت خطوه عمليه، تجاهلها ومش. كثير مشكلاتنا احنا نعلقها عندنا ونخليها بس نعيش تحت رحمتها. ابغى اضيف نقطه تسمح لي تركي. تفضل. شباب احيانا احنا مقصرين في قضيه المشي، مشي بس. ترى المشي هذا يفرغ شحنات سلبيه عندك غير عاديه، بس المشي انك تمشي، امشي فكر. المشي يزيد من نسبه الاستقرار. المشي حافي دكتور سيد؟ حافي او اي شيء، بس امشي اهم شيء. طبعا لو كان في البر وحافي ازين، لكن لو كان مثلا في الليل في حاره في مكان في ممشى امشي. على الشاطئ البحر. على الشاطئ امشي بس، امشي بعد 20 دقيقه المشي راح تحس نفسك انك بديت تسترخي اكثر، وبديت تقدر تفكر في اي شيء. وبديت تكتشف انه احيانا هذه مشكله، ما في مشكله. احيانا مشكله احنا نضخمها. انا هذه قاروره مويه، حجمها زي ما انتم شايفينها. طيب لو قربتها لعيني هنا باقي بشوف شيء في الحياة؟ أنا في الحياة ما أشوف إلا هي. ما أشوف إلا هذه المشكلة فقط. لكن بعد المشكلة عنك راح تشوف حجمك الطبيعي. حطها هنا راح تشوف الحياة كلها طبيعية. بس هي مشكلة بس. الحمد لله. الله. إذا سمحت لي. تفضل. دائما أنا أشوف إن الصحة هو المعيار الأساسي في هذه الحياة. يا سلام. الواحد من يتعب ويدخل المستشفى ما عاد يكون همه الا انه يطلع طيب. كل الاشغال تتعطل، الطموحات، الامال كلها تنتهي. لو حتى يدفع اللي في جيبه كله بس عشان يطلع من المستشفى ويمشي على رجليه. صدقت صدقت والله. طيب ابو زيد. زيده ابو زيده زيده اعطنا اعطنا واحده. تعرف انه شيء؟ ايه امس ابو زيده اول ابو زيده ما يسال. لا ترى ابو زيد ما يبدع. لازم لازم يا منيب تعطينا هنا صدى. اللي عند الضيوف ترى وعند المقدمين عندنا يغني عادي. اسمع طلع ابداعك ابو زيد. الله الا يشوق الا يشوق الا يشوق الا يشوق الا يشوق وصني على اللقاء تسابقني الا يشوق وصني وانا اللي ما ابد في يوم دروب الكون تبعدني. سلام الله على الاحباب عدد مطافت الا سراب جمعنا للوصل الاسباب ولا بشي يمنعني لكم اهدي حروف الشوق على راسي وانت وفوق سيوف بيه سنا يبروق فعول الطب ترفعني لنا عهد الوفا زماني دون حروف العرفان تراني ملكم الحان جميع الناس تسمعني. لا يشوق لا يشوق لا يشوق لا يشوق لا يشوق وصني. زين سمعناك بعد احمد. تحيه تحيه. هلا راس. تبي الحقيقه؟ لا 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 كلمه مبدع وهو مبدع، انت لك جوك وهو له جوه. اكيد صح. وهذه دعوه حقيقه الى البعد. ابدا تفصل. ما نحطن على وهذه الحقيقه رساله للجميع، للجمهور، لنا، لكل الناس. يا جماعه ترى حيل المقارنات هذه قاتله. والله انا اشوفك افضل منه، ليش افضل؟ هو كويس وانت كويس ومحمد كويس. لا عزومه كويس. ايه. تو قلت تسليكم جاوب. لكن الشيء المهم انك لا تقارن، اقتل المقارنه عنك يا اخي. ترى اذا انت قلبك ضيق هذه مشكلتك. ترى احنا ممكن نحب اكثر من شخص. ما
ممكن يعجبني أكثر من شخص ومزاجنا واسع وفقنا واسع. إذا أنت يا أخي عقليتك صغيرة ما عندها استعداد استيعاب الناس كلهم هذه مشكلتك أنت. فالمقارنين دائما اللي يقارنون هم أصحاب عقليات محدودة. لكن الإنسان اللي يفتح المجال وممكن أحترم فلان وفلان 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 وكل واحد عنده مزايا ترى هذا من 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 سعة الأفق. محمد ترى أنا أحب صوتك والله. إي والله. يلا سمعنا واحدة حتى ناخذ سؤال بعدها. عطنا يا جماعة. محمد. يا جماعة. اي احد صدى لا والله صدى استاذ ابو معيد حط له صوتك ما يستاهل سمعكم موال ولا تجيب له صدى صوت موال 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 اللي وراها ولا 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 سلام دخل الله ولا ظنك ترد اللي انت خابك هزمني الشوق انا هزمني الشوق واجبرني اجيلك بتالي الليل بتالي الليل وادق بابك كمل كمل ادخل بها شيء تكفى ادخل بشيء ادخل بشيء في شيء جاهز كذا ادخل ادخل من حرم وصلك وانا قلبي ضعيف من حرم وصلك وانا قلبي ضعيف ما تحمل غيبتك لو ثانيه ودمع عيني ما يوقف بالنزيف الحياه بدون وصلك فانيه الحياة بدون وصلك فانية حبيبي يا منصور انا اسف انا اسف صراحه اني الفتره الماضيه كلها ما سمعت هذه الابداعات والله تعبانين يعني الفتره الماضيه كلها ما كنا ندري عن هذه المواهب وهذه زين اللي سمعناه بعد والله دكتور سيد تفضل يا رايد ابي طال من سلطان بس شوي اي والله سلطان احنا بناخذ سؤال ويستعد سلطان سؤال واحد لا 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 ما في ما في شوف حركات جديده وحركات لازم 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 لا لا بناخذ سؤال ناخذ سؤال بنجيك ناخذ سؤال بنجيك بنجيك ها الصوت الجريح هو واحد بس بناخذ والصوت الجريح بناخذه الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله جاهز سؤال كيف احول فشلي بالحياه الى نقطه بدايه وصفحه جديده تفضل اول شيء انسى الماضي وتجاوزه اللي صار امس لا يمكن تعدل عليه اي شيء ولا يمكن تاخر فيه اي شيء صار وانتهى تجاوزه اثنين ارسم هدف جديد وابدا حطه قدامك وانشغل فيه اذا ما عندك هدف غصبا عنك راح ترجع للماضي لانك انت خلاص فاضي لكن صار عندك قدامك شيء انت منشغل عليه طبيعي تنسى الماضي وتركز على المستقبل حلو توكل على الله ولي توكل على الله عز وجل وانطلق نحو هذا الهدف سايد برافو عليك يا اخي والله اجاباتكم رائعه جدا ابدا والله ابدا شكرا ابدا انشغل بالقراءه اقرا الناس ترى مو بس انت اللي فشلت ترى كثير من الناس فشلوا وانطلقوا وصاروا عظماء وصاروا مؤثرين وصاروا ناجحين ها غير علاقاتك السابقه برافو عليك غير علاقاتك السابقه يمكن هي جزء من الفشل اتجه علاقات جديده ايجابيه ومحفزه ومطرقه حلو التعلم من الاخطاء تعلم من اخطائك انت ليش فشلت اصلا ليش فشلت ادرس هذا الفشل وعدل الخطا اللي وقعت فيه لا تقيس مدة نجاح غيرك بمدة نجاحك برافو عليك لا تقيس نجاح غيرك بمدة نجاحك غيرك قد يكون نجح لأن زي ما قلنا قدراته وإمكانياته وظروفه ساعدته أنت غير
الناس اللي كانوا ينجحون في الفترة الماضية في بناء مشروع طويل، يعني مثلا أعطيكم مثال في الإعلام، أول حتى تصير إعلامي مشوار طويل، اليوم لا، ممكن جوالك تصير إعلامي ما يحتاج إلى قنوات ولا محزنون. فالظروف تغيرت والزمان تغير. هذه الإجابة الشافية اللي قلتوها أنتم بجاوبت، ما جاوبت شيئا يا حبيبي، رائع جدا. سلطان الله يرضى عليك، سلطان تفضل. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأن في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، لا غيب الله عني وجهكم أبدا، حتى تغيب حتى تغيب الروح عن جسدي يا حبيبي. ثم دعسه ما شاء الله، هذا هو التابع ما شاء الله عليك يا سلطان، ما شاء الله عليك جميعا. من زمان استمتعنا اليوم بهذه الحلقه الجميله. انا شوف سبحان الله دكتور، ترى هذا الفشل، شوف الفشل بعدين النجاح، هذا ترى هذا تطبيق. انا بقول شيء، انا الماضي، بقول شيء مهم جدا والله العظيم. أنا كنت أتابع محمد يعني أثناء أدائكم كله، محمد بطل 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 في صناعة الجو. الله يعطيك العافية والله. يعني أنا أقول هنيئا صاحبك وصديقك، أنت رجل ممتع للغاية. الله يطول عمرك والله، مقرب مجامل. أنا والله وأنا والله ما جامل يا أستاذ، اسمع أنا جاملت مع أحمد بس مع أبو زيد كنت متفاعل صدق، لأنه ما شاء الله تبارك الله. أنا أحمد أعجبني جدا. أجل خلاص، أجل ما يحتاج شهادة. إيه ما في أكثر. الأمانة جيت أنا أغني وأنشد، والله العظيم إني أحب أنشد مع أبو منصور. الله يعني تقاسيم وجهه وتفاعله يعطيك جو غير طبيعي. بطل والله، بطل استاهل أبو منصور والله. طيب أنا ودي أسمع، عندك شيء؟ منصور ترى في عندنا بدر، عندنا صقر إن شاء الله. الأسابيع الجاية إن شاء الله. أنا بس ودي أختم شيء. أنا أسأل شيء بس، أبغى أقول شيء في الأخير يعني. تسمحوا لي يعني. أول شيء نشكركم شكر كبير جدا على تفاعلكم وعلى يعني حفاوتكم اللي أنا أشعر فيها والله. وأنا قلت كلمة للرائد في بدخل وأنا داخل في حلقة، وقال يا أخي أنا ارتاح لك. قلت أنا والله أنا صادق بدك نفس الشعور، وترى كل شخص ترتاح له ترى ثق تماما يرتاح لك، لأن الأرواح جلد مجندة. فأنا أشكركم على تفاعلكم اليوم. الحلقة كانت بإدارتكم، وأنتم كنتم تقدموا استشارات وكنتم رائعين جدا. الجمهور اللي كتبوا أسئلتهم أعتذر منهم، ما نقدر ناخذ أسئلة كلها، لكن إن شاء الله يعني تجدون من ثنايا كلامنا الجواب إلى الكافي لأسئلتكم. آخر شيء بختم فيه هو عن وقف حياتك. يعني أنا أتمنى حياتي هو حق جمعية دوس. أنا أتمنى حقيقة، أتمنى ندعم هذا الوقف بكل ما أوتينا من خير ومن رزق، أن نشارك في هذا الباب الخير اللي يتبع المكتب التعاوني لهذه الجمعية المباركة. أن هذا كلام نقوله، وأنا أتمنى حقيقة أنه يلاقي صدى من الجمهور، صدى من الناس يتابعونا ويشاركون. يا جماعة الخير، أنتم سمعتوا قبلي كلام كثير، ولكن إن شاء الله أن يعني هذه كلمة تجد يعني إنسان يبحث عن استشفاء لمريضة، أو يبحث عن دفع ضر لأحبابه، أو يبحث عن الجنة، كلنا نبحث عنها. ترى مبلغ بسيط أو مبلغ كبير، في بعض الناس دائما يقول مبلغ صغير بسيط، لا، حط مبلغ كبير ولا مرة في حياتك، حط مبلغ كبير يعني يكون سبب في دخولك الجنة وسبب في رفعتك في الدنيا والآخرة.
اتمنى من الجميع اللي يتابعونا يتفاعلون فيه، وانا اتمنى من الله عز وجل انه وفقنا في هذه الحلقه وقدمنا حلقه جميله، واتوقع انها كانت، انا على نفسي على اقل تقدير كنت مستمتع جدا بهذه الحلقه اللي انتم خدمتونا فيها وكنتم متفاعلين فيها واصواتكم الجميله وشجيه. التقيكم الاسبوع القادم في الماركه الشخصيه. السلام عليكم. الله يرضى عليك محسن، الله يرضى عليك حبيبي. أعظمك الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه وداجة النصرة القيمة أدرم عن المكان وصفيات المصر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.